فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يوجد الآن من يعذر بالجهل في عدم إسلامه؟ الجهل يختلف، جهل في الإسلام والعقيدة هذا لا يعذر إلا من كان منقطعا عن العالم ولا يصل إليه شيء ولا سمع شيء. أما الجهل في أمور الدين، بعض أمور الدين أو بعض الأحكام الخفية، هذا يعذر فيها حتى يبين له. الجهل ما هو على حد سواء، وليس الجهال على نوع واحد، يختلفون، فلا يعطى حكم عام في الجهل، بل يفصل. نعم.